غن بدأ العمل المنزلي. اول حاجه غادي نرد العشاء باش يطيب على خاطرهم. صايب اختي واحد الطويجين عصغير كرون هو تيبان لكم هنا هو اللي غادي نطيب فيه. اول حاجه غنغسل يدي بالصابون. انتما سيروا عيطوا للحبيبي داك الغالي وداك الزوين داك حبيبي يا خويا. انا غنحاول انني نسر بالعشاء غندير هادي هي هكا اختي مابقاش ليا الحال عادي جاي في الطريق خصني شي يكون على الاقل كيطيب باش نسالي اختي نجلس حدا راجلي. حنا كنبغيو نتعشاو بكري بنتي كنضحك معكم حنا كنبغيو نتعشاو بكري يا اختي بكري. المهم بحال هكاكم صافي اختي مقاد داكشي وهذا راك المصيب ديال الطاجين. اول حاجه كنديرها كناكل عندكم وتضحك معكم. اول حاجه درتها هي انني هنايا درت الزبيب وهنا درت البرقوق وهنايا درت اللوز كلهم خلطت عليهم الماء طيب. بقى عندي هنايا غير الاناناس قسمتهم هكايا باش غادي نديرهم من بعد هو ما غنديرش ليه الماء طيب حتى من بعد ملي غنحتاجو. هادوك كنرقدهم علاش الزبيب باش يتعقم والبرقوق حتى هو باش كيتعرف طيب واللوز باش كنقصو بيديا. هنا عندي الحيمات نجي اختي نجيب البصله في الصندوق عندي بالدوج ونجي ونزيد نقول الاناناس تي حمق على الاناناس. هنا جوج بصلات وحده غتقطع دوائر والاخرى غنقطعها جنيوحات باش نطيح اللي جنيوحات غنديرها دابا مع اللحم اللي غادي تشحر مع شويه ديال الثومه مطحونه زعما محكوكه من معوصه ولا الثومه هذيك ومع شويه ديال الزيتون مليحه نشحر اللحم مزيان وغنزيد عليها بصلاح بصله اللي هي جنيوحات ومن بعد نشوفوا البصله الاخرى وقتها الشغل. ديال المسخون ما طيب معاهم شعيرات ديال الزعفران حار هادشي هو اللي صافي حتى جا هذاك اللحم والبصله غادي يطلق الماء ديالو غادي يطيب وصافي غنخليه دابا على خاطرو غادي نزيد عليه حاجه وحده غنزيد عليه سكنجبير وغادي نزيد الخرقوم بلدي والبزار وغادي نزيد عويد ديال القرفه ورقه الرمد هادو هما اللي غنزيد فقط. زدت العطريه اللي قلت لكم دابا غادي نزيد قريفه وريقه الرمد كيف ما قلت لكم مغسولين بجوج بيهم غادي نحطهم وغادي نخلي الطاجين ديالي يتشحر على اخر باش نسالي كلشي ندوز نتعشى على خاطري ونمشي نجلس نرتاح.
واحد الكولي من عند نهيلة بغداد اختي الغزالة، نقول لها شكرا بزاف من هذا المنبر. نحلو اختي نشوفو شنو وصلنا. هانا حنا، انا راه كنصور لكم بيد وكنحلو بيد. نتسناو على ما نحل. هنا يا اختي حليت، بسم الله باش نبداو. مول البنات هادي راه ديال لي كولي سناس العنق وداكشي تيداروا فيها على حسب الكوافوز المكياج اختي فوق منو. ديال رمضان كريم، ديكوراسيون ديال رمضان دابا ما تبانش مزيان حتى نصور عليكم حيده لها السلوفان ومقاده في بلاصتها وغتبان اختي. نزيدو لاغش في الكاميرا باش نقدر نصور لكم في خاطري. شنو اخر؟ هادي حتى هي بالنسبه للتريسينغ، هادي بالنسبه للبراسليات كتحطو فيها هنايا. شي زوين، شكرا نهيلة. هذا فحال كتحطو فيه هنايا تميرات شباكيه، تحطو فيه اللي بغيتي في رمضان توفي رمضان كريم اختي. هادشي ديال رمضان. شنو اخر عندي؟ عندي هادي حتى هي، هادي ديال الخواتم، حتى هي ديال التريسينغ تيديرو فيها الخواتم ديال لي ديال الصبيعات هكايا فوق الكوافوز حتى هي ان شاء الله. الكوافوز غيوصلنا اليوم ولا غدا. وهادي اختي خديديه ديال رمضان كريم. نحيدو لها الميكا غزالة. ميرسي نهيلة.